نواصل إذن. توقفنا عند الوسيط الذي ينقل المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولة. للتأكد من هذا الانتقال نجري التجربة التالية: نأخذ خلايا كريات دم حمراء، ولكن نأخذها خلايا إنشائية. لماذا نأخذ الخلايا الإنشائية؟ لأننا لو نأخذ كريات دموية حمراء سارية ليس لها نواة، وبالتالي غير قادرة على اصطناع البروتين. نأخذ الخلايا الإنشائية التي تقع في نقي العظام، أي خلايا إنشائية لها نواة وقادرة على اصطناع بروتين يسمى الهيموغلوبين HB. نضع هذه الخلايا لنتأكد من أنها تصنع مادة الهيموغلوبين، نضعها في وسط مشع، وسط يحتوي على أحماض أمينية مشعة. ثم عن طريق الرحلان الشاردي نلاحظ أن الهيموغلوبين يأخذ قمة معينة في ورقة الرحلان الشاردي. هذه القمة خاصة بمادة الهيموغلوبين. إذا نتأكد من أن الخلايا الإنشائية لها خاصية اصطناع الهيموغلوبين الذي يأخذ هذا المنحنى. المرحلة الثانية، نستخلص الأيغان الرسول المسؤول الذي يحمل المعلومة الوراثية حول كيفية اصطناع الـ HB اللي هي الهيموغلوبين. نستخلص الأيغان الرسول النهائي من الكرية الدموية الحمراء، من الخلية الإنشائية للكرية الدموية الحمراء، ونحقنه في بيضة الحيوان البرمائي، بيضة الضفدع مثلا. هذه البيضة التي لها القدرة في الظروف الطبيعية أن تصنع أنماطا أخرى خاصة بها، وهي B1 و B2، B نسبة إلى بيضة، بروتينات بيضية، بروتينات لبيضة الضفدع التي تأخذ كذلك مكانا معينا على ورقة الرحلان الشريدي، والتي لا يمكنها أن تأخذ مكان الهيموغلوبين. أعيد، الخلايا الإنشائية لكبدال حالها القدرة في الظروف الطبيعية على اصطناع بروتين خاص بها يسمى الهيموغلوبين. الخلايا البيضية للضفدع في الظروف الطبيعية لها القدرة على اصطناع بروتينات نوعية خاصة بها نسميها B1 و B2، والتي تأخذ مكانا على ورقة الرحلان الشاردي خاص بها. للتأكد إذن من أن الأيغان الرسول هو حقيقة يحمل المعلومة الوراثية، نستخلص الأيغان المسؤول الرسول المسؤول على تكوين الهيموغلوبين، نستخلصه من الخلايا الإنشائية لكاف دالحة، ونحقنه في بيضة الضفدع التي تصنع هاتين البروتينين مثلا. نلاحظ بعد مرور مدة معينة من الزمن أن هذه البيضة تاع الضفدع أصبحت تصنع الهيموغلوبين التي لا تصنعه هي في الظروف الطبيعية. أعيد، بعد حقن الأيغان المسؤول النهائي المستخلص من كريات الدموية الحمراء في خلايا بيضة الضفدع، نلاحظ أن هذه الأخيرة أصبحت قادرة على اصطناع البروتينات النوعية الخاصة بها B1 و B2، واستطاعت أن تصنع مادة الهيموغلوبين التي لا تصنعها في الظروف الطبيعية. ماذا نستنتج إذن؟ نستنتج إذن أن ما حمله الأيغان الرسول المستخلص من الخلايا الإنشائية كان يحمل المعلومة الوراثية حول كيفية اصطناع الهيموغلوبين. إذن ماذا نستخلص؟ حقيقة أن الوسيط بين النواة، بين الـ ADN الموجود في النواة والبروتينات الموجودة في الهيولة، هو الأيغان الرسول. وعلينا نقول أن الأيغان الرسول هو الوسيط الذي ينقل المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولة، أو ما نسميه ينقل اللغة النووية، يحولها إلى لغة بروتينية. كيف تتحول اللغة النووية في النواة إلى لغة بروتينية في الهيولة؟ عن طريق وسيط نسميه الأيغان الرسول. لنتأكد من أن حقيقة الأيغان الرسول ينتقل من النواة إلى الهيولة،
نجري التجربة الموالية. البرهن، نبرهن إذا تأكدنا من أن الأيغان الرسول في التجربة السابقة ينقل المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولة، كيف نتأكد، كيف نبرهن من أن حقيقة الأيغان ينتقل من النواة إلى الهيولة؟ نجري هذه التجربة البسيطة جدا، نحضن خلايا في وسط يحتوي على اليوراسيل المشع، حضن خلايا في وسط يحتوي على اليوراسيل المشع. بعد مدة زمنية نلاحظ ما يلي: تمركز اليوراسيل المشع في النواة، يظهر الإشعاع في النواة بعد مدة قصيرة، نترك هذه الخلية بعد مدة أطول، بعد مدة طويلة نجد ما يلي: إذن أعيد، نحضن خلايا في وسط يحتوي على الأو المشع وعليه اليوراسيل المشع، في البداية يكون خارج الخلية، بعد مدة قصيرة نلاحظ تمركز الإشعاع في النواة، تمركز الإشعاع في النواة. بعد مدة أطول خروج الإشعاع، انتقال، نقول انتقال الإشعاع إلى الهيولة. ما معنى ذلك؟ سأطرح سؤال: لماذا نستعمل الأو المشع ولا نستعمل الأ أو السي أو الجي أو التي؟ لأن اليوراسيل المشع من خصائصه أنه يدخل في تركيب الأيغان، لذلك للتأكد من أن الأيغان هي مادة، المادة التي نبحث عنها، نستعمل الأو المشع. يتمركز الإشعاع في النواة، الأيغان مساجي يتشكل في النواة، ثم ظهور الإشعاع بعد مدة طويلة في النواة يدل على أن الأيغان المشع والذي يدخل في تركيبه اليوراسيل ينتقل حقيقة من النواة إلى الهيولة. ماذا نستنتج؟ نستنتج إذن أن حقيقة الأيغان مساجي الذي يحمل المعلومة الوراثية ينتقل من النواة إلى الهيولة. إذن النتيجة: ينتقل الأيغان من النواة إلى الهيولة. هذه النتيجة التي نستخلصها من هذه التجربة، أي أن المعلومة الوراثية حقيقة تتشكل في النواة وتنتقل من النواة إلى الهيولة. ونجيب على السؤال، التساؤل الأول اللي طرحناه في بداية الحصة: ما هي العلاقة إذن بين النواة الموجود التي تحتوي على الأدي أن، ما هي العلاقة الموجودة بين الأدي أن الموجود في النواة والبروتينات الموجودة في الهيولة؟ إذن وسيط كيميائي يسمى بالأيغان الرسول الذي يتشكل في النواة
وينتقل إلى الهيولة. هذا الأيغام إذن ما هو تركيبه الكيميائي؟ ندرس الآن بنية هذا الأيغام. بنية تسمية الأيغان A إيجال أسيد R ريبو N نوكليك الحمض النووي الريبي هذا الأيغان إذن يتركب من عدد كبير من النوكليوتيدات. لمعرفة التركيب الكيميائي لهذا الأيغان نجري أو نعرضه لنمطين من الإماغة. أولا الإماغة الكلية، شروطها لتعريض الأيغان إلى إماهة كلية لابد من توفر HCl نعرضه إلى إماهة حامضية في وجود HCl في درجة حرارة 120 درجة مئوية لمدة ساعتين. هذه شروط الإماهة الكلية. نتائجها تعطي نتائج الإماهة الكلية ثلاث مركبات منفصلة عن بعضها البعض. بجميع الأشواطي وكاتخ حمض الفوسفور، المجموعة الثانية سكر خماسي C5H10O5 اللي هو الريبوز، ثالثا المجموعة الثالثة أربع أنواع من النوكليوتيدات. A الأدينين، سيتوزين، الجوانين، واليوراسيل ACGU. قواعد أربعة، أربع أنواع من القواعد. أعيد إذن لمعرفة التركيب الكيميائي لهذا الأيغان الذي اعتبرناه الوسيط الذي ينقل المعلومة الوراثية نجري أو نعرضه إلى إماهة كلية. أعيد إذن الإماهة الكلية شروطها نضع هذا الأيغان في وسط حامض يحتوي على HCl في درجة حرارة 120 درجة مئوية لمدة ساعتين، فيكون ناتج ذلك ثلاث مركبات منفصلة عن بعضها البعض. أولا مجاميل من الأسكوبيوكات، ثانيا سكر خماسي الريبوز C5H10O4، ثالثا أربع أنواع من القواعد الأزوتية وهي الأدينين، سيتوزين، جوانين، يوراسيل. نتعرض الآن إلى بعد ذلك نجري إماهة جزئية، والإماهة الجزئية تختلف عن الإماهة الكلية في الوقت ودرجة الحرارة. درجة الحرارة 60 درجة ولمدة ساعة فقط، فتكون نتائج هذه الإماهة كالتالي. أعيد
لمعرفة التركيب الكيميائي للأيغان نعرضه لإماهة كلية شروطها موضحة أو إماهة جزئية، والإماهة الجزئية تكون شروطها كالتالي: ثانيا الإماهة الجزئية، شروطها HCl دائما 60 درجة ولمدة ساعة فقط. نتائجها كالتالي: مكونات تسمى النوكليوتيدات، وكل نوكليوتيد، ما معنى النوكليوتيد؟ يسمى النوكليوتيد بالوحدة الأساسية